القدم والدور الثمن النهائي الثاني لهذه المسابقة بعد انسحاب النادي الذي الصفاقسي يمثل اليوم كل من رامي الجريدي في حراسة المرمى، أو نبدأ بالفريق الضيف سانغاري في حراسة المرمى، ثم سيكيري، مارك كريم، توري، مارك كوا، بنغالي، سوماورو، ساليو كيندو، يانيك زكري، اللعب بالوا دافيلا، ثم منسا بريفو وجورج إريك بيلي، وكذلك كاداما كونغوتي. هذه التشكيلة الكاملة الأساسية لفريق أساك ميموزا الإيفواري. النادي الذي الصفاقسي يمثل في حراسة المرمى كما تشاهدوا على الصورة رامي الجريدي، ثم ماهر الحناشي، علي المعلول، زياد الدربالي، ياسين مرياح، وسط الميدان وسيم كمون، حمزة حدا، برهان الحكيمي، حسام الوادي، إبراهيم البحري، وطه ياسين الخنيسي. إذا تشاهدوا في التشكيلة الأساسية لفريق النادي الذي الصفاقسي على الصورة بطبيعة أساك ميموزا، وانطلاق المباراة في هذه الآونة. انطلاق المباراة هنا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. الكرة الأولى لصالح النادي محل البطولة الوطنية. علي المعلول يلعب الركنية على مستوى المحور الدفاع، وإمكانية التهديف والحارس انتقل. أول فرصة بعد ركنية من علي المعلول، والكرة الرأسية، الكرة تصطدم بطه ياسين الخنيسي. تتنفذ الكرة من زياد الدربيلي، ترجع من الدفاع طه ياسين الخنيسي في محاولة للتسديد. تبقى الكرة لنادي الصفاقسي، إبراهيم البحري خرج، كرة ممتازة. ماهر حنش يوزع، إبراهيم البحري ياخذ كرة بالرأس ويتعدى الخنيسي، هو تسديد في اتجاه المرمى والدفاع يدخل، ثم علي المعلول يحاول التسديد والكرة خطيرة، ثم طه ياسين الخنيسي وال سكيري، مارك سكيري الان باش يلعب مخالفة. علي المعلول ينفذ المخالفة والهدف الاول، اصلح الخطأ دل يعني إذاعة ضربة الجزاء بهدف. ساليو ثم الغالي منسا يسدد، وممتاز رامي جريدي، ممتازة من الحق من الغالي. لعب بريفو ياسين الخنيسي، الخنيسي زياد الزيادي، ماريوس نوبيسي، ماريوس يحاول يعطي كرة لعلي المعلول ما تخلطش، ياخذها، يبقى الهجوم لصالح النادي الصفاقسي. علي المعلول الخنيسي والهدف الثاني، الهدف الثاني طريق ركنية على يسار الحارس رامي الجريدي، يرفع الكرة عالية. وال في هذه الآونة بالضبط مشاهدينا الكرام، الحكم الجنوبي